السلام عليكم. نزلت في الانستا قلت لكم شكون اللي عنده الشقه السليس يكون واعره بزاف على فري فاير. من بعد داس واحد ثلاثه سوايع دخلت لقيت بزاف ديال القصص اللي صيفطهم ليا الدراري والدريات، ولكن قصه واحده اللي عجبتني بزاف وبغيت نعاودها لكم اليوم، القصه ديال واحد البنت اللي سميتها صباح. ولكن قبل هذا الشيء ما تنساوش الخوت ديروا كامل لايك لهذا الفيديو وتبارطاجيه مع صحابك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. المهم نعاود لكم القصه. المهم صباح قالت لي اخويا الشجاع، القصه بدات فاش كنت نقرا في التاسعه، وقالت لي ديما كنشوف الدراري ديال التاسعه كيهضروا على فري فاير. دازت الدورة الأولى ومن بعد جات الدورة الثانية، وهاد الدورة الثانية غتوقع فيها واحد القصة اللي واعرة بزاف، القصة اللي غتصدمكم حتى نتوما اللي كتشوفوا هاد الفيديو. ما تنكذبش عليك، هضر معاك بالصح، القصة غادي تصدمك. المهم صباح قالت لي بأنها كانت مزعوطة في واحد الولد، يعني كيعجب هذاك الولد بزاف، ولكن المشكل ما عندها كيفاش غادي توصل ليه. حتى واحد النهار قالت لي من الأستاذة غديروا جروب في الواتساب، وقالت لي صباح بأنها لقات واحد الفرصة الكبيرة باش أنها تاخذ النمرة ديالو. قالت لي دخلت الجروب وهي تاخذ النمرة ديالو، ومن بعد تصيفط لي. قالت لي ملي خديت النمره ديالو صيفط لي في الواتساب كنهضر معاه عادي وتا هو على القرص. قال لي راه كنحس بشي حاجه من جيتك وبغيتك تكوني الحبيبه ديالي. قالت لي صباح كيف قلت لك بانني كنت مزعوطه فيه واحد الدرجه اللي كبيره، هادشي علاش وافقت وحاولت انني ندير معاه واحد العلاقه، العلاقه اللي غتكون مبنيه على الحب والثقه وبزاف ديال الحوايج. قالت لي صافي بقينا كنهضروا عادي، واحد المره صونيت عليه وما بغاش يجاوب، وانا بديت كنشك تنقول ياك ما كيهضر مع شي وحده ياك ما كيخونني او شي حاجه. قالت لي من بعد بقيت كنصوني عليه حتى جاوبني، وهو يقول لي علاش كتصوني اشنو بغيتي، وانا نقول لي علاش ما كتجاوبش، وهو يقول لي انا راه ما مساليش دابا انا عندي واحد الروم لاعبه. قالت لي ما نكذبش عليكم انا ما كنعرفش شنو هي فري فاير كاع، وقلت والله حتى ندخل هاد اللعبه ونعرف كيف دايره. قالت لي نزلت فري فاير وليت كندخل مره مره واخا ما فاهمه حتى حاجه، وكل يوم كنتعلم شي حاجه لي جديده، كنتعلم الانواع ديال الاسلحه ديال القرب ديال البعد، تعرف على الخريطه كيف دايره، تعرف على الشخصيات اللي خاص تلعب بهم وزيد وزيد. المهم صاحبه قال لي خاصني شي فلوس ضروري، هي تقول لي شحال خاصك، قال لها 1000 درهم. سولته حاجه طبيعيه خاص تسولو علاش بغاها، هو يقول لي راه لقيت واحد الكونت ديال ساكورا بغيت ناخذ. قالت لي كانت عندي غير 800 درهم هي اللي عطيتها لي. قالت لي صافي شري الكونت ولا كيلعب معايا ديما. دس واحد المده وهو يقلب عليها ما بقاش كيلعب معاها. قالت لي هي دوز واحد الاسبوع هو يمشي لي الكونت ديالو، لان الدري اللي باع لي الكونت هو اصلا نصاب، كيبيع للدراري الكونتات ومن بعد كيردو، وهذا الشيء كيديروه بزاف بزاف ديال النصاب. قالت لي بان صاحبها قدم واحد الشكايه للامن، وقالت لي بان البوليس شدوا داك الولد اللي باع الكونت لصاحبها، وهي تقول لي على فكره صاحبي سميتو يوسف واللي باع ليوسف الكونت سميتو سمير، المهم سمير اللي تشد. قالت لي هاد سمير ملي شدوا البوليس بقاو كيسولوا فيه الكونت مال الكونت، قال لي بانني انا بعته، قالوا لي لمن بعتيه؟ قال لي بعته ليوسف. وقالت لي من بعد جاو عند يوسف للدار وداو حتى هو. وقالت لي بان ماما يوسف فاش مشاو قدام قاضي التحقيق الام تاع يوسف قالت بان ولدها ما خدامش وما عندوش الفلوس باش انا غادي يشري داك الكونت، وفاش ضغطوا عليه قالوا لي منين جبتي هاد الفلوس، وهو يقول لي بان هاد الفلوس عطاتهم لي واحد البنت اللي سميتها صباح. وقالت لي ملي جاو عندي داوني حتى انا، ومو الكونت الاصلي ما بغاش يتنازل لي، ومن بعد دزنا للمحكمه لان مو الكونت الاصلي دافع واحد الشكايه قديمه على هاد الكونت، واخا يوسف وصباح ما دايرين حتى حاجه، وهاد الشيء كامل غير بسبب هذاك اللي تيبيع الكونت، ولكن هاد الشيء ما اعتقهمش لان حكموا عليا بثلاثه شهور، وكانت التهمه هي تجاره في المسروقات. قالت لي من بعد اول يدير الفلوس وانا نخرج. وقالت لي بان يوسف حتى هو حكموا عليه بخمسة شهور وغرامة مالية اللي ما ذكرت ليا شحال، وذاك الولد اللي سميتو سامير اللي كيبقى يضحك على بنادم في الكونتات اللي كيبيع الكونتات وكيردهم حكموا عليه بثمانية شهور بتهمة السرقة والحق المشروع. قالت لي صافي اخويا من تما ما بقاش كنحمل شي حاجة سميتها فري فاير، ونصيحتي كاع للدراري والبنات اللي باغيين يلعبوا فري فاير، دبل الكونت ديالك وما تشري من عند حتى واحد حتى تعرفهم مزيان وتكون عنده واحد المصداقية الكبيرة. وقالت لي كما كيقولوا الناس زمان ما تاكل الخبز حتى تعرف عجينته، وما تاكل اللحم حتى تعرف بهيمته، وما تعاشر بنادم حتى تعرف بقيمته. وكنتمنى ان هذه الرسالة ديالي توصل والقصة راه حقيقية. المهم الدراري بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم كاملين، ولكن انت اول مره غتشوف القناه ما تنساش تشارك فيها وتفعل الجرس وتخلي لايك للفيديو وتنزل كومونتير وتخلي احسن تعليق. تهلاو.